تعاوني مع مجموعة دول الساحل الخمس دفعة جديدة من الضباط السعوديين بين عقيد ومقدم تتخرج في كلية الأركان الوطنية بموريتانيا. حفل أشرف عليه وزير الدفاع وقائد الأركان في موريتانيا والملحق العسكري بالسفارة السعودية العميد البحري الركن سليمان الزايدي. لقد أمضينا في هذه الكلية قرابة العام، نهلنا منها من شتى العلوم العسكرية والمدنية وعلى كافة المستويات العملياتية والتكتيكية، فكانت بحق محطة مهمة لإثراء الجوانب الفكرية والمعرفية لدى الدارسين. فمن خلال هذه الكلية تعلمنا أسس التخطيط العسكري وطرقه وكيفية إدارة وقيادة العمليات المشتركة بمختلف أنواعها. سفير خادم الحرمين الشريفين كان مسرورا بتخرج هذه الدفعة الجديدة. سرني الحقيقة ما رأيته من تقدم ومن مستوى عالي جدا في الكلية، أيضا ما سمعته عن جدهم واجتهادهم في الكلية، وهم حريصين الحقيقة أن ينهلوا من العلم لرفع مستوياتهم لخدمة بلدهم وخدمة قيادتهم. الدفعة التي تخرجت في كلية الأركان الوطنية شملت جنسيات أخرى منها جمهورية اليمن إضافة إلى الضباط الموريتانيين. 11 ضابطا سعوديا بين عقيد ومقدم يتخرجون من كلية الأركان الوطنية الموريتانية. مختار بابتاح، الإخبارية، نواكشوط.